كيف نحافظ على صحة القلب؟ عشان نحافظ على صحة القلب محتاجين نعمل 7 أشياء سيمبل بسيطة. أولاً نمتنع عن التدخين. لو كنت مدخن وقف التدخين، ولو ما جربتش التدخين يا ريت ما تجربوش خالص. تمام؟ التدخين بياخد كتير من صحة الشخص الجسدية والعقلية، والقلب بيتأثر بيها كتير. تاني حاجة الفيزيكال اكتيفيتي أو النشاط الرياضي. كل جمعيات القلب سواء الأوروبية الأمريكية بتوصي إن أي شخص فينا محتاج من 20-30-35 دقيقة من الرياضة. تمام؟ وفي ناس بتوصل لغاية 60 دقيقة من الرياضة. ده بيمنع من ارتفاع الكوليسترول، من ارتفاع الضغط، من تصلبات الشرايين، بالإضافة إن بيديك جسم صحي، وغير كده بيزود الدورة الدموية في الجسم كله. تالت حاجة قلنا الأكل الصحي. لازم واحد يزود من الخضروات والفواكه والايه الفايبرز يعني الالياف، ويمتنع عن الدهون الضاره والسكريات، يقلل منها قدر المستطاع. بالاضافه كده هو ما بيهمنيش الكم، كل زي ما انت تقدر زي ما انت عايز. الجوده، جوده الاكل هو ده المهم، الكم مش مشكله. رابع حاجه بالنسبه لمرضى الضغط والسكر والكوليسترول، التحكم وتظبيط الضغط والسكر والكوليسترول من اهم الاشياء اللي لازم يتبعها المريض لتفادي اي مشاكل في القلب، جلطات، سكتات قلبيه، اي مشاكل اخرى، مش في القلب بس، في القلب، في المخ، في اي اعضاء من الجسم. تظبيط الضغط والسكر والكوليسترول من اهم الاشياء. ولو انت تابعت الثلاث حاجات الاولانيه، لو اكلت صحي، لو امتنعت عن التدخين، ولو عملت رياضه، هتلاقي ضغطك وسكرك والكوليسترول هيتظبط. في سؤال مهم جدا، هل التدخين بيأثر على الضغط والسكر والكوليسترول؟ اه، بيزود كثافة الدم وبيزود معادلات الترسيب الكوليسترول ازيد وبيرفع الضغط. تاني حاجة طبعا افويد الاسترس. الاسترس سواء كان في العمل، في البيت، في الفاينانس، في الامور المادية، الاسترس واحد من عوامل الخطورة جدا اللي يؤدي المشاكل اللي متلاطب عليها اضطرابات في القلب، اضطرابات في الجسم، اي شيء اخر.